متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارة الثقافة، والذي سنتحدث فيه عن قصر يلدز الشهير. لكن قبل أن نبدأ عزيزي المتابع، ندعوك إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. يعتبر قصر يلدز من أشهر القصور العثمانية، على الرغم من كونه ليس قديما جدا، حيث يعود تاريخ بنائه على الأغلب إلى سنة 1790، فيروى بأن السلطان سليم الثالث قد أهداه إلى والدته السلطانة مهرشاه. وابتداء من سنة 1853 قرر السلطان العثماني عبد الحميد الثاني أن يتخذ من هذا القصر مقرا لحكمه وحكومته، وذلك بدلا من قصر دولما باهيتشا الذي يعتبر أكثر ترفا. ظل السلطان عبد الحميد يستخدمه مقرا للحكم، وذلك إلى حدود سنة 1909، أي أن قصر يلدز كان مقر السلطان على مدى أكثر من 30 عاما. ولقد مر هذا القصر بعدة توسيعات، حيث أمر السلطان عبد الحميد الثاني بتوسيعته سنة 1890، فاستحدث به بيتا للضيوف، كما جرت توسيعة أخرى بعد 8 سنوات، وذلك بسبب زيارة القيصر الألماني ويليام الثاني. ويقع قصر يلدز التاريخي على أعلى تلة في حديقة يلدز في مدينة إسطنبول، يتكون من عدد كبير من الأجنحة والدور، وتعني كلمة يلدز النجمة، وبالتالي فإن قصر يلدز يعني قصر النجمة. ويعتبر هذا القصر القصر الأخير للسلاطين العثمانيين، ولقد ارتأت رئاسة الجمهورية التركية منذ سنوات إعادة ترميمه، حيث تم تخصيصه لرئاسة الجمهورية بحيث أصبح تابعا لها. ويذكر أن أردوغان يستقبل زعماء العالم في هذا القصر. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.